ايه يا محمد؟ ربعك ربعتك. ايه والله اصدقائي وجماعتي حزام ظهري مطشرين والله، كنا ملمومين وكل واحد صار بديره. عددنا من اليمين شاعر الرائع زياد المعماري وسترتي سترتك شايله شاعر سلام الناصر سلام الجفوري ووسام ما له علاقه بالموضوع بس سايق كان ويانا رايح لبغداد الشاعر المبدع نهاد الشولاغي اللي ورا مبين بس راسه ابو نبأ القيسي ابو الاء شاعر ماجد العرابي تحياتنا لهم الله يحفظهم ان شاء الله. شعراء صلاح الدين شعراء صلاح الدين حلو ذولا جروبك جروبي. وين صاروا هسه؟ والله يعني كل واحد بديره حاليا ما ولا واحد منهم بربيل؟ لا والله كلهم ويمي سبحان الله. اي والله مع العلم كنا نلتقي دائما يعني ما نتفارق بس هاي تعرف الاحداث. انت هم من الناس اللي عفت ربعك وضلعك. اكيد اكيد اكيد. كلمه تريد؟ كلمه تريد؟ قصيده تريد؟ ابوذيه اللي يعجبك. والله بكيفك انت، شو تريد؟ مقطوعه؟ والله اي مقطوعه نسمع. هسه تاكدت من دونكم ما اعيش، من صرت علي ابعاد، يا من قلتولي بس الموت شو فرقنا اصبع مرتجع لزناد، قودوني بلياكم ترست القاع، قودوني بلياكم لزمت القاع، اكض خيالي وادري خيالي ما ينقاد، مروني ولو ليله، داعيكم مشى حد ما تعب ريله، ذاك الجان متروس على طول امتون، ابشركم خلص حيله، اصيح لكم وما تسمعون، وحط شف على خاصرتي، اريد انكم يا سالفتي، يحتاج الدمع لشتاف، عود دموع احطهن وين من تنخطب صاحبتي. الله صح سلامتك. ان شاء الله ان شاء الله يكون اللقاء قريب. تحياتنا لكل الله يجمعنا بيهم ان شاء الله.